ايه حكاية الفراولة؟ الفراولة بتاع الفراولة. انا كنت امبارح بالظبط كان معايا رئيس محروس في الحفله امبارح، فبقول له على فكره انا اوريك صوره انا وحد تفتكر، فشافني مع الرئيس متقال، انا عزفت مع الرئيس متقال وانا عيل صغير. استاذ باسم انتوا شايفين بقى الاوركسترا والسيمفونيات والاوبرا ولعبنا الفراوله. انا كنت عازف كان العود. عندك كام سنه؟ 19 سنه. 19 سنه كان عازف العود مع الرئيس متقال في اغنيه الفراوله. طيب دي برضو نوع كده جديد برضو حاجه، عرفت الرئيس متقال ازاي؟ هي بالصدفه الرئيس متقال كان عنده تور في اوروبا. اوكي. والعازف اللي كان رايح معاه ما اعرفش حصل له ايه، ما خدش فيزا، بس انا كنت اوريدي في الوقت ده بالذات كنت خلصت ورايح ادرس في الجامعه في المانيا، في المانيا فطبعا كانت فرصه ان انا اشتغل معاه. كان اول مره اطلع على يعني اطلع معاه على مسرح مع ناس بقى موسيقيين عمالقه، يعني اللي كانوا مع فرقه متقال في المانيا ساعتها كان مارك ستيفنز اللي هو عازف الكيبورد بتاع محمد منير، راماني كريشنا عازف البيس بقى محمد منير، وعازفين اقوياء جدا تقال يعني. وانا كنت لسه بشوف ايه اللي هيحصل. فطبعا اتعرفت بشخصيه جميله الرئيس متقال، هو وعم بشاندي والشله كلها بتاعته. يعني امبارح ما وانت بتوري له الصوره في الحفله، طبعا احنا هنروح للحفله بتاعت امبارح انها كانت حفله ناجحه جدا، وانت بتوري له الصوره كده بتقول له بص ده انا اهو، بص انا عندي كام سنه وكنت ما صدقش. صدقش بس كان في شعر كتير جدا، هو ما صدقش قال انت كان عندي قصه ده زي عمر قديم، كان عندي قصه كستيني. طيب في برضه حاجه وانت بتقولها